هل في موافقة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، نوجه له تحية، وأيضا يعني سمو رئيس مجلس الوزراء في أنه تربط في موضوع الجواز الإلكتروني؟ نعم أيدني، أنا أتحكي على نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، أيدني على طرح الفكرة ومصرين عليها. زين، طول ما أن القانون موجود، حصل شغلة بالقانون تغير، غير مواده بحالة يعني خالد، يعني خالد إيش قال، والناس كثير تقول أن الشيخ مازن هو اللي مصر على موضوع البصمة الوراثية، هذا الكلام يردد، هل فعلا أنت يعني قال لك خالد قال لك تقاتل بعد فقال لك مصر؟ أنا أقول وعيد هلا، طول ما أن القانون غايم ما يصرف الجواز إلا بالبصمة الوراثية رسمي، رسمي طول ما أن القانون، إذا بغير القانون هذا شيء ثاني. زين أنا ما بجواز. لا تبي جواز كيفك انت تقول اني راح، وانا عارف اصلا ما راح الاقي اقبال على الجواز الالكتروني. اوف انت يعني هذا الشيء متوقع وراح تشوفون. صحيح. يعني ما يعني شنو توقعك، شنو تفسيرك لهذا التوقع؟ انا ما افضل لا، شنو تفسيرك لهذا التوقع؟ الناس متخوفه من الدي ان اي. متخوفه ليش؟ ما ادري عاد، هذا الشيء كل واحد يحتفظ، انا ما ادري ايش بالنوايا، لكن انا متوقع. بس انت تقول انا متاكد ان في ناس ما راح تاخذ الجوازات الالكترونيه. ليش مراكز راح تكفي؟ اقول لك تكفي. تقول لي عدد هالكثره، اقول لك راح تكفي، وراح ان شاء الله. وعندكم القدره في قضيه انكم تتعاملون مع البصمه الوراثيه والتجهيز لها لكل المواطنين؟ في لجنه مستقله لها ومفرز لها موظفين. بس الحين اعطيك ابو علي، بس انا بنفس الموضوع ابو علي، ما يخالف نفس موضوع البصمه، ما يخالف بنفس الموضوع. ايضا في قضيه التشريع هذا، البعض قال ان القانون معيب وترهيب للناس، وحادثه تفجير الامام الصادق استغلت لتمرير هذا القانون، وهذا ايضا يمكن ما اكد رئيس مجلس الامه. وبعض القانونيين قالوا الخبير الدستوري محمد الفيلي قال تجربة غير مسبوقة، استاذ عادل عبد الهادي قال مرعب وخطير ومخالف للأعراف الدولية. أيضا بعض المشايخ اعترضوا على هذا القانون كونه يتسبب في مشكلات اجتماعية. بماذا تفسر انتقادات أيضا بعض النواب على القانون، وبما تفسر غضبهم من القول بأنه جاء بصيغة عسكرية وأمنية فضفاضة؟ يعني لا هو دستوري وقانوني برأي الخبراء، شلون وافق عليه البرلمان؟ شلون ممكن يكون غير دستوري؟ يطعن فيه يكون غير دستوري؟ مقدم الآن في طعنه، مقدم فيه مقدم الأستاذ عادل عبد الهادي مقدم، واعتقد محمد العنيزي ومجموعة آخرين ما أدري، بس ما في مشكلة. يعني شنو المشكلة؟ يعني نفس شو اسمه الفساد طعن فيه ورد محمد العنيز المحامي هو اللي مقدم الطعن. نفس الشغله يعني، يعني تم حتى لو طعن فيه وصار غير دستور يرجع. انا مو شغلي اني اطالب قانون، هذا قانون بحال. انت الحين انتم تتعاملون مع القانون وكان المواطن الاصل فيه انه متهم حتى تثبت براءته، فانت قاعد تاخذ منه. انا باخذ بسوي قاعده بيانات، بس الهدف من الدي ان اي القانون صدر قاعده بيانات. المشتبه فيه امر مقبول، هو يقول لك قاعده بيانات. يعني قاعده البيانات لما تخزنها عندك، دخلها بالسيستم، راح تكشف لك جرائم مجهولة بالهبل. زين الحين قاعدة بيانات ما تأخذ إلا بهذه الآلية؟ هي بس. وهل في دولة في العالم سبقتنا في هذا؟ أمريكا الأمر؟ عندها بنك من السالفة. لا يعني في طريق في الدي ان اي. وهو بعدين أنت ترى مو شرط أنا أبص أخذ دي ان اي عينات من عدد الكويتيين كلهم. أنا لو أوصل لعشرين 25% كافي ترى أغطي العملية. شلون توصل؟ شلون؟ تاخذها انت يعني انت صار الهدف مو قاعده بيانات ابو حل، قاعده بيانات. بس انا اقول لك انت اذا حسب القانون اللي موجود اللي صدر راح تطبقه من عمر معين تاخذهم. لكن اقول لك انا لو انه صار انك انت لو تغطي 25% او فوق ال 20% انت مكتفي ترى من العمليه. نعم خلينا نسمع ابو علي.